بائعة على الرصيف إلى أثرى أثرياء العالم، ريهانا تحقق المستحيل، فكيف حصلت ثروتها؟ ولدت روبن ريانا فانتي عام 1988 في مدينة سانت مايكل في الولايات المتحدة. والدتها هي مونيكا بريثويت، كانت تعمل كمحاسبة في إحدى الشركات، أما والدها فهو رونالد فانتي، وكان مشرفاً على أحد المستودعات في مرحلة من حياته، بينما عمل كبائع للملابس في كشك على رصيف الشارع في مرحلة أخرى، وكانت ريهانا تعمل معه. طفولة ريهانا تأثرت جداً بسبب إدمان والدها على الكوكايين والكحول والماريجوانا، وبسبب انفصال والديها في سن صغيرة إذ كانت تبلغ 14 عاماً فقط، لكن نجاحها يعود لكونها بدأت الغناء في سن السابعة وشكلت فرقة موسيقية مع اثنتين من زميلاتها أثناء دراستها للمرحلة الثانوية، فاختارت لاحقاً ترك كل شيء والتفرغ للموسيقى. رحلة ريانا الفنية ابتدت بعد اجتماعها مع المنتجين الأمريكيين كارل سوركن وإيفان روجرز، وحققت أغنيتها الأولى أرباحاً عالية على المستوى العالمي، لتتوالى بعد ذلك نجاحاتها وتحلق في أغنيتها التالية. عام 2005 بدأت رحلة جديدة، ويبدو أنها عزمت على استغلال خبرتها في مجال التجارة، فتعاقدت مع سيكريت بادي سبراي كأول صفقة تجارية لها، ثم تم اختيارها لتمثيل عطر هابي وماركة المكياج كوفر جيرل، إضافة إلى إعلانات كثيرة عالمياً. عام 2011 صدر عطر ريانا الأول رابل فلور، وفي العام التالي صدر عطرها الثاني رابل، ثم عطرها الثالث نود وغيرهم. وفي بداية عام 2013 تعاونت مع مستحضر التجميل ماك وأصدرت خطوط المكياج الخاصة بها بعنوان ريري هارت ماك، وتميزت بعد ذلك بإصدار عدد كبير من درجات ألوان الفونديشن كمحاولة للجمع بين الأعراق المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بشركة الملابس الداخلية الخاصة بها، إذ حققت منها أرباحاً طائلة، ليتم تصنيفها اليوم كثاني أغنى فنانة في العالم بعد مقدمة البرامج أوبرا وينفري، وتصبح من أصحاب المليارديرات بحسب مجلة فوربس.